الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وحاضرنا وجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا بل أنزلت علما. قال العلامة الرحمن رحمه الله تعالى فقه بيا وهي مثناه وقبل المسلم أن وصحح الكسال وعن الزكاة عن الصلاة والسلام. قال أما الحساب هنا حساب سائر الضوابط وكيفية تقسيم الأموال على سنتين على الأرض، وأخذنا أن أصول الحساب سبعة، ثلاثة منها تعود ستة تعود على الكواكب إلى العشرة، وسميت العشرة أم الفروض، وتعود الاثنى عشر على العدد الكوني إلى سبع عشر، والعدد الثابت قد يعود لثمنه 24 إلى 27، وتسمى هذه المسألة للبخيل أو للبريع على كما نقول بما ورد علي رضي الله عنه ما أفتى على المنبر بها وهي ضعيفة لا تصح عن علي رضي الله عنه. طيب إذا معنى هذا أن أخذ المسافر العابر والعابر أخذ نفس الشيء من أمر الأمر ما لا يحسن خلق نفس الكلام على المناسبة وإن يمت آخر قبل الرسل يعني بعد أن قلت ما في النفس وأن ما جئت غير الرسل تعرف أن بعض الناس عندنا أخذوا طريق الحياة هناك يعني مثلا تعويض عن الحكومة أو كذا أو كذا أو الأرض مباعة فلم تبيع الأرض سعر أعلى كذا المهم تأخر الرسل تعرف ما بعد إبراهيم ابن خلف فايش نسأل؟ هكذا ما ترجع المسألة للدورة تأخذ تصير ثم تقسمها على الثابتة، لكن هذا قد يكون أحيانا عنده أكثر من 20 مليون لا شكرا قل أي مسألة بإذن الله لا حد فماذا تسأل؟ تمشي مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم تجمع بينهم وهي متأخرة قبل القسم صحيح سابع وعلى سنة واجعل له مسألة أخرى الليلة الأول والله له مسألة والليلة الثانية خليل له مسألة ثم يجمع بينهم ثم نقصص ثالثا خليل لإبراهيم إبراهيم هو الأصل عندنا فخليل لم يتوحد نعم فصحيح سابع وعلى سنة. قال رحمه الله واجعل له مسألة أخرى لنا قد بين التفصيل في موقفنا وإن تكن ليست عليها تنقسم ترجع إلى الوفد إلى الأقل ممكن وانظر فإن وافقت استلاما فخذ بذيك ووفقها تماما واضربه أو جميعها السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى في السهام تضرب أو في وفقها تماما فهذه طريقة مناسبة فرق بها رتبة قبل شاقة. نعم. قلت ارتقي الآن قال ارتقي الشيخ شاءت تسرق الأسماء. لكن الله نصيحة إذا ربطت الأموال والفرق والتقسيم لا تحتاج إلى درس من الصحابة الحين تلك الأسماء المسألة الشاذة هذا أساس القرآن. تضبط تضبط المسألة ولو لم تستفد من الدواء إلا شيء ومن طلب العلم نهب عنه طيب قال رحمه الله ويلم في مستحق المال الان ياتي بمسار نادر ما تاتي الخنثى هو الذي لا يضر فذكر هو الخنثى فاليوم اول شيء عندنا رحمه الله تعالى اقتحم هذا المسار عندنا ضد تطور ندخل هذا خبز عين نخرجين حد ذكر الحمد لله وانتهى الى هذا المسألة غير موجود موجود خبز لكن خبز غير الشيء يعني اما يصدق ولا رجال او النساء ولا اشبه عين كما نقول انتهى الامر هذا امر الغالب اللي يحصل اعلان فرق وإن يمضي مستحق المال وإن صحيح به من إشكال فاقسم على الأقل واليقين
بعد ما تغسل تعطي اقل نسيج سواء كان ذكر او انثى وتقسم الباب وتغلق هذا حتى يغلق او يخرج لنا الاطباء ويبين لنا حاله. واقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسمه المبين. واحكم على المفقود عندنا اشياء ابراهيم على الدوله وفعلت الله بعد فتره نبحث عن خليل هذا الامر المفقود وايش نسال نريد نقصص التاريخ ونقول كل شيء انتهى مساله ثانيه الإنسان ولا مدينة بحثنا في الشرطة في الجوازات في الطيران في المستشفيات في كذا في الغروب لما يجب أن فماذا أصنع؟ هذا مكتوب الزوج يقول قول يا سيدي ولعل ما أريد تزوج وكذا وكذا فماذا أصنع؟ هذه المسألة توقع على القضاء والقاضي ينظر في هذه المسألة هل فقد هذا المفقود في بلد يقدر عليه من السلام او لا فقط من فوق في الغالب ما يقدر عليه من السلام او السلام او المنع مفهوم لكن فقط في منطقه حدث فيها زلزال او فيضان او كذا في الغالب انحاء مفهوم طيب ويحكم هو حكم اذا حكم بالمفهوم الصحيح والا نوقف المسجد نعم احكم على المفهوم واحكم على المفقود حكما كنت ذكر ان يكون هو او انثى الله اعلم هو او انثى هكذا وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والنقل هذا معنى ما في شيخ ضعيف وترك الزوجه والزوجه هذه حامله هذا اصلا لابد ان تظن يعني ما في بطن هذا السبب أن إذا وضعت مجد فلها قبول ما يعني تزوج وما طيحة ما شاء الله ليس لديها قبول فإن أتت به أنثى بنت نصف ذكر الباقي والزوجة الثم وإن قد يأتي توبة هذا صحيح فماذا أصنع؟ أقل حتى طبعا ان شاء الله تعالى او نقسم على اقل نصيب ولو كنت قادر يعني نعتبر الام اقل نصيب لها الزوج اقل نصيب لها الثم نعطيها الثم ولو كنت قادر اي اجهزه تبين لكن هل تبين انه حي او ميت ممكن انها جميل صح تدل على هذا نعم كل شيء احتمال اذا ورد الاحتمال ورد الشك تتوقف نعم قال رحمه الله وإن يمت قوم بهدم أو ضلال وإن يمت قوم بهدم صراع مسلم زلزال وهذا عليه العهد كلها تحت الشر نحن لا نعرف ما نحن متقدم ولا متأخر قلنا أول شيء بعد إبراهيم ثم خليل هذا السبب هنا أصبح علم أول ولا آخر لكن إذا لم نعرف ما نتقدم ولا متأخر لا نبدل واحد من هؤلاء من الآخر كان السيارة ومن الطريق حصل حالة فإن من ما تقول على الأب أو الأم أو الأولاد نقول لا يرث من بعد وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عن الجميع فشرط ولم نكن نعلم حال السابق يعني ما علمنا متقدم أم متأخر إذا علمنا فهمنا السابق وإذا لم نعلم فلا تورث زاهقا من زاهقين لاننا لا بد عندنا في الالف ان نعلم موت الاول ثم الوارث لو خرج بعده ولو دقيقا يجب فالعبره بحال وقت الوطن ما تدرك ابراهيم ماذا ترى؟ ترى تخرج من الحي نعم الحي ثم مات بعد خمس دقائق يرد نعم قال رحمه الله وعدهم كانهم اجانب فهكذا القبر السبيل الصائب الصائب عند الحنابله عند الشافعيه رحمه الله قال رحمه الله
وقد أتى القول على ما جئنا من قسمة الميراث لتبين لنا. قال الله يعني قد أتى القول على ما وعدنا، وأتمنى لله عن هذا الفتح المبارك الرحيم. على طريق الرمز والإشارة يلخص في أوجز العبارة. فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تما بالدوام. نحمد الله سبحانه وتعالى على اتمام النعم عليه. نعم. ونسال العفو عن التقصير خير ما نامل في المصير. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شاء من العيوب. على الصبر انت راى من عليه انت رحيم. ومن ستر المصير ستر الله عليه. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. وكما صلى في أول رحبية صلى في آخر رحبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير يأتينا. محمد خير إمام عاقله وآله قرب ذوي المناقب. صحبه الأمان للأبرار والصفوة للأكابر الأخيار. يبقى الآن مع رجال قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليل بن الحنبلي رحمه الله تعالى: باب الرد. ان الرد هو زياده في سهام الورق ونقص في اصل المسألة ضد العقول وبضدها تتبين الاشياء. إن أبقت الحروب بعض مختلفة. أبقت الحروب بعض مختلفة بالمبادرة فقط. أخشى أن أستطيع أن أستطيع أن أبقت الحروب بعض مختلفة ولم يكن هناك عاصف من روح العاصف يأخذ المال كاملا واحدة أو يأخذ المال. إن أبقت الحروب بعض مختلفة وليست أن عاصف قد ملك قد أخذ يعني. فرده لمن سوى الزوجين. ترد على كل احد الا الزوجين. لا ترد على الزوجين. مفهوم؟ نعم. فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فضل بغير دين. اخذنا نسخة فيها بنت وبنت البنت النصف وبنت ابن السدس. المسألة نصف النصف ثلاثة والسدس واحد المجموع أربعة تبقى ستة تكتب أربعة كما كنا نصنع بالعوض نصنع هنا. إلا إذا كان هناك أحد الزوجين لا ورد عليه، لا ورد عليه. وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام. يقول أقول دائما إذا كان فيه أكثر من فرد يكون بستة، نصف الدوام بستة، طريق. أما إذا كان صنف واحد بنت أو ثلاث بنات أو خمسة أخوات صغار هذا على عدد هذه ترقص ثلاث أخوات صغار. المسألة الثالثة من كل بنتين، خمس أخوات لها، خمس، ستة أخوة يوم من ستة، سبع بنات من سبع، وهكذا. وأعطيه من عدد السهام من أصل ستة على الدوام. نعم. إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم بالرؤوس تجلى. يقول لو اختلفت أصنافهم بنت وبنت ابن، بنت وأم، أخ وأم وأم. هذا على عدد الكروب نسبة ذلك، وإلا إذا كان الصنف واحد من عدد الرؤوس. إن شاء الله ما في القرآن إن شاء الله. وجعل لهم أحد الزوجين عن انفراد دا ودا أخرين. نعم. استقبلوا مع الزوجين تجعل لهم مسألة. واستعمل المنظر والتصحيح عليهم احتالوا كما عهد من سنة. قال رحمه الله: بين الميراث والأرحام إن لم يكن ذو فرض أو معصب فانصف ذوي الأرحام حكما أوجبوا. الآن بحثنا عن الوالدين والوالدات ما وجدنا، فماذا نصنع؟ الآن نبحث عن ذوي الأرحام الأقرباء غير الوالدين، خال
وابنا لاخكم وابنا لاختكم عبر كلها وبنت البنت وابن البنت صحيح؟ حاضر كلهم لدولة نعم أسس الدرس ودرس دولة سجل نعم إن لم يكن بالبطن أو معصره تقصص ذوي الأرحام حكما أو له سلمه من آن من أدوا به كلتا واحد من هكذا أباروا به كدمت بنت الحجبة بنت اليوم وعما قد حجبت بنت اللعن لكن من الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث ربنا أريد مني هذا القضاء واحفظ وقل يا رب زدني علما الله أكبر زدنا علما طيب نشكر لك Thank you.
انتبه معنا في عندنا اشياء ليس عنها راحه الناس. نسال كل واحد يسال سبحانه وتعالى يقول الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه مرجوحه. ما معناها في ابراهيم عند خليل وسعد وسعيد؟ كم؟ ثلاثه. خليل وسعد وسعيد. مال خليل هو علم حي. شوف وعلم خليل هذا او لا؟ طيب فعل هذا مات ابراهيم. يوم يموت ابراهيم ايش ترى؟ ترى ابن اللي هو مين؟ سعد. وابن اخر اللي هو سعيد. وعنده ابن هذا خليل لا مو خليل، هذا خالد بن خليل بن ابراهيم. صحيح ام لا؟ هذا الابن نفهم الان الاربعه من اسماء خالد. يلا هذا شوف واحد واحد مستقبل اثنين. هذا ما نسميه بعض الناس وصيه واحده. ايش معنى وصيه واحده؟ يقول اعتبر خالد هذا مكان مين؟ مكان خليل. لانه لو كان حي ولد الله سبحانه وتعالى جعله مسلم هذا المسجد. لكن كنت اقول على قول عند احلام انه نعطي ولا نرد. وهذا قول ما يصح. لا مش عليه في المسلم. ان جاء احد طلب ان يحل المساله لأنه يرى أن قول الإمام الحنيفة رحمه الله هو الراجح. لا تشكل. إذا نحن نقول هذا قول مرفوع. هذا معنى الوصية الواجبة. من أوجبها؟ لا، لازم دليل. إذا قال غير الله سبحانه وتعالى لازم دليل مرفوع. مثل ما قال هذا أي جاء وقال مثلا. إحنا قلنا هذا قصة الله، هذا اللي قال الله من قبل. غير أي سؤال. إشكال بما خلقناه. نعم نعم دائما الحق مع الأم إما التساوي سدس جدس أو الذكر في حق أبدا دائما. نعم طيب أقصى. نعم دائما هو العام. العام يكون أما العام الشقيق والعام الأب هؤلاء الواجب. إذا العم لأم والعمات دائما والأخوال والخالات أم. نعم غير تفضل. ها كل من مسألة أخ بأم بنت أخ بأم بعدين كمان واحد ثاني او هذا كلهم ابناء هذا الاخ. يعني اثنين ابناء اخوه، اثنين ابناء اخوه وبنت اخوه. هذا يقول سعيد وهذا سعد صح؟ يعني هذا سعد ترك بنت ترك بنت وسعيد ترك بنت صح؟ طيب احنا ننظر قبل ان نطلع هكذا. صار عندنا اثنين تنزيل صار مثلا يا ابن اثنين هذا الاثنين ياخذ حق والد وهذا الابن ياخذ حق والد. فهمت؟ اي ابن وبنت هذا هو الاخ لهم اتفق منهم دائما الاخوه لهم وفي التنزيل مثل الاخوه لهم. طيب يتساوون هنا يتساوون هنا. بعد انا اقصد في المسائل اللي راحت فروضا مقدره صور المسائل صور البيت الموانع المتلف الوالدين والوالدات اصحاب النصف الربع كل من الثلثان كل من السدس ما في اشكال تحسين خاص بنفسي خاص بغيري خاص مع غيري.
بالتبدل تبدل ما شبه الله انت تعبت بالتبدل. نعم